كان يزعق له. هو الوحيد اللي كان بيشرب سجاير؟ لما كان في معهد المعلمين. ما هو كان مع بيرو. خالو بيرو، مش بيرو كان على طول معاه؟ البير اخو يوسف؟ لا كان مش مع بعض. هو في معهد معلمين في جبين. كان في جبين، كان بيشرب سجاير، وبعدين انا بعت له جواب قلت له بلاش تشرب سجاير، وبعت له من مصروفي فلوس. ليه؟ عشان كان فلوس رايحه على السجاير ولا ايه؟ وقلت له ما تشربش سجاير، اعمل معروف ما تشربش سجاير بتاع. بس اكبر منك، بس انت اكبر منه بسنه واحده يعني. هو اصغر مني بسنه. طب يعني مش هتقدر تنصحه يعني؟ هو اكبر. تنصحه؟ اخويا. بس اخوك يعني في سنك يعني. معلش، انما هو كان بقى شديد شويه. لما كنا بندرس مع بعض. ما كنا بندرس مع بعض كان يتزعم عليا، وكان هو بيلعب بوكس فكنت اخاف منه. اتمرن بوكس فكنت اخاف منه. يا زمان. طب ما تتمرن بوكس انت كمان. وبعدين هو يعني اتعين قبلي بكذا سنه. فين انا بعدها باربع سنين دخلت المعهد واتخرجت بعده بمده شويه. والحمد لله عشنا بعد كده كويس، بيعطف عليا وانا اعطف عليه. اول مرتب قبضته هديت له ساعه. من اول مرتب، لانه هو كان برضه بيوديني وانا طالب في المعهد. بس والحمد لله عشنا كلنا كويسين. ومين اتجوز الاول؟ هو اتجوز الاول. بكتير ولا بكام سنه؟ لا مش كتير. هو راح الجيش مش كده؟ راح الجيش قبلك؟ هو اتجوز قبلي. لا الجيش. الجيش؟ ما دخلش جيش هو. ما دخلش ازاي؟ لانه كان المؤهلات ما يدخلوش جيش. انا اول دفعه مؤهلات تخش الجيش. يا عيني. واخويا الكبير موريس دفعوا له البدليه 20 جنيه. ما دخلش الجيش. انا بس اللي دخلت الجيش بدلهم يعني لوحدي، لان كان اول سنه المؤهلات يخشوا في الجيش. فجندوني جيش، وكان جيش بقى بعد الثوره. دخلت سنه 54، كان عيش تقشف شديد. كانوا يدينا سرير في ثلاث الواح، سرير حديد ثلاث الواح بين كل لوح ولوح مسافة كده، ويدونا بطانيتين، بطانية نفرشها عليهم وبطانية نتغطى بيها. وفرين بين كل الأسهل تفرشها على الأرض بقى. وكان إيه السرير كله بقى ده سرير حديد، الباقي يجيب منين؟ مش الباقي ده بيجي في الخشب؟ في الألواح الخشب كله.